أصله. الآن معكم استهلك تونسي، واليوم نتحدث فن تشكيلي من خلال رسومات، سواء كان على لوحات زيتية وإلى زادة معناتها فن تشكيلي عنده برشا أبعاد. إن الحقيقة مانيش مغرومة برشا معناتها بالرسم، لكن كي تشوف حاجات دي تابلو مزيانين ما تنجمش ما تقفش قدامهم وما تغزرش وما تثبتش. يحضر معايا في البلاتو الفنان التشكيلي شاذلي بن جبريه. مرحبا بك، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا نتحدثوا في الكواليس، قلت لي راني كنت انيماتور راديو في اختي. يا حسرة، هي عندها 25 سنة. مرحبا بك بحضنا في تونس. الحقيقة لفت انتباهي لتابلو نتاعك، اللوحات اللي قاعد تخدم فيهم، وتو نشوفوا معناتها مختلف اللوحات هذه. حبيت نرجع بيك ساعة تحكينا شوية على روحك، بدايتك، وقتاش بديت الرسم الفن التشكيلي هذايا، وقتاش بديت التغرم تحديدا، وهل أنه تبع قرايتك ولا لا؟ من الأول مغروم، عمري 6 سنين نتصور مليح، معناها كل في القسم نصور والبروفيسور تقف قدام الديسان تاعي تقول هذايا سي با نورمال، سي انكرويابل، تو هكا بشويه بشويه دخلنا عملنا لي بوزار وكل شيء. عملت بوزار؟ عملت لي بوزار دو باري. اي. ومن بعد جي في ابخي جي بيفوركي في ليكول دو لوفر. افيك نوتر شوفالي، معناها ندورو بالشوفالي ونصور ونفي دي روبرودكسيون اكسيتيرا، فهمتني؟ تهز اللوحه نتاعك وتقف قدام ال فوالا، نقف قدام لي زوفر دار وتقعد ترسم. فوالا، اون ايساي دو فير اون روبرودكسيون فيدال، معناها نتبعوا الموديل اللي قدامنا ونتعلموا كيكا. منين تستوحى في الافكار نتاع الرسومات نتاعك؟ منين؟ التصويره كيفاش تصورها؟ معناها كيما اي رسم، تمشي البحر ولا تمشي ولا عندك اون موز قدامك ولا عندك شكون ولا كيس، تحط كيس قدامك تو برون اكزومبل وتصور. احنا قاعدين نشوفوا في معناتها مختلف اللوحات نتاعك. الحقيقه ما نجمناش نكونوا عارضينهم لهنا في البلاتو، لانه المساحه نتاعهم تاخو بلاصه كبيره في الاستوديو، لكن قاعدين نشوفوا في الصور. قداش تاخذ لك وقت الخدمه؟ تاخو انت والفورما، معناها الكبر بتاع التابلو والخدمه ديفيكولتي نتاعها، سا بو دوري اون جورني، سا بو دوري اون سيمين. انت قلت لي تبعت المدرسه الفنيه بباريس. اي، مش في تونس. لا، مش في تونس، انا ما قريتش في تونس. وهل انه اللوحات هذه نتاعك يتم عرضها في خارج تونس؟ اي اي. وين عرضتهم؟ معناها جي اكسبوزي ان بو بارتو، معناها في كل بقعه، مشيت حتى لكندا عملت اكسبوزيسيون، روم، درت لايطالي الكل في باريس، معناها جي في بليزيور اكسبو ان بو بارتو دون الموند، معناها درتها. شنو قدمت لك اضافه على الاقل؟ شنو هو الاضافه اللي قدمتها لك؟ انت تمتهن فيها المهنه هذه، معناتها خذيتها كمهنه والا قعدت معناتها غرام وقعدت تواصل؟ هي غرام وخدمه و اكسبوزيسيون. جو في توا في تونس نعمل دي تابلو سور كوموند، دي غران تابلو سور كوموند بور لويل سور توا، حاجه باهيه، خدمه باهيه، فوالا نخدم اللي يحب تابلو باهي في الدار نخدم. بور توت لي بورس، معناها مش يقول شاد اللي يخدم بزوز ولا 3 ملايين ولا حاجه نسكل. باهي، بالنسبه للفن التشكيلي في حد ذاته ثم مدارس معناتها فنيه، انت شنو هي المدرسه نتاعك اللي تتبع فيها في رسم اللوحات هذه؟ انا نعمل توسكي اورينتاليست، نحبه برشا، توسكي نو توسكي بيزاج، فوالا جو في جي ان سبيسياليتي انا سبيسيال بون، ونعمل ان بو تو. انا القوه نتاعي نعمل كل شيء، معناها فماش حاجه من الابستري الكوبيزم كل شيء. معناتها اللي حبيت نركز معها اكثر، هل انه معناتها ترجع للخيال نتاعك؟ شنو هو يجيك في مخك ترسم، والا ثم موديل قدامك تصور عليه؟ كو سوسوا عندي خيال ولا عندي موديل ولا ساعه ساعه هكا، حتى اون فوتو دار عندي صحابي انا سي دي فوتوغراف بروفيسيونيل، يصوروا حاجات وناخذ ما عندهم وجو غوفي لي شوز، جو برون لي زيدي دي فوتو. باش تخدم شنو التقنيات اللي تستعملهم؟ لويل سور توال، بزيت زيت على التوال، طول على التوال، فوالا. مكلف الشرايط نتاعو بليده ياسر، البانتور الويل سور توال مش كيما الاكريليك يخدموا في تونس وكل شيء. شنو هي الخصوصيات نتاع اللوحات اللي يخدمهم
شاذلي بن جبرية؟ شمعني خصوصية اللي فيها معناتها شنو اللي يميزك؟ أنا كل شيء يعجبني معناها. لا شنو اللي يميزك أنت على فنانين تشكيليين أخرين؟ آه شنو الديفيرونس معناها اللي فيها؟ أنا الديفيرونس عندي توش كي تشوف عندي أون توش سبيسيال معناها كي ديفيرونسي ظهر معناها تابلو شاذلي. بوركوا؟ جو ميلونج لابستخي معناها لابستخي كوبيسم نعطيها روح حتى كي يغزر لها تابلو فما روح خارجه منها. مش تتكلم معناتها التصوير. مش تتكلم فوالا. كانش ما 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 نتكيها نعمل حاجه اخرى. ان شاء الله بالتوفيق، حاجات حلوين برشا قاعد تخدم فيهم، نتمنى لكل النجاح والتوفيق. عايشك. ونتمنى زاده معناتها نشوف برشا فنانين تشكيليين قاعدين عندنا برشا فنانين وتتروج معناتها الانتاجات نتاعهم في تونس وخارج. يفول لوغ دوني لوبورتونيتي معناها باش يتشجعوا ويطلعوا، خاطر عندنا فنانين باش يظهروا باش يظهروا وخليهم يعملوا ليزيكسبوزيسيون، خليهم يعملوا كيما توا في الشارع عاملين يصوروا في الشارع ودرا شنو باهي هذيك. شكرا لك سي شاذلي بن جبرية على الحضور معنا، ان شاء الله على الاقل اللوحات اللي وريناهم لكم يكونوا نالوا اعجابكم. احنا مختلف فقرات برنامجنا بطبيعه نذكر دائما تلقاهم على صفحه صباحك يا تونس، تلقاهم زاد على الوطنيه ريبلاي لايف ستريمينغ، تنجموا تحلوا توا اليوتيوب وتتفرجوا فينا في المباشر. نواصلوا معكم، خليكم مع تقرير حول المؤتمر العلمي الاول لعلوم الشغل والخدمه الاجتماعيه، ثم ترجعوا للبلاتو تلقاو منى. نقولوا مؤتمر علمي يعني فما مساهمة علمية من مؤسسة علمية نعتبر أنها المختصة الأولى في البلاد في المسألة الاجتماعية. إذن في هذا معناها التأطير ميزة وفائدة. المترتب على هذا أنه نحب نقول راهي المؤسسة الجامعية معنية بأن تقول رأيها العلمي والمحايد والموضوعي فيما يحصل من قضايا التحديات الاجتماعية. تونس عمق السؤال فيها اجتماعي، وما حصل في 2011 من تغير نوعي ثورة 2011 هو في جوهره تغير اجتماعي. التحديات حقيقية ودقيقة ومركبة. كيف نساعد في فهم وفي رسم مسالك الحلول؟ هذا ما نقترحه، هو اقتراح من جامعة بمؤسساتها بأقسامها بباحثيها. فرصة للتأسيس لفضاء علمي لأول مرة لانتظام البحث ودورية البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تجتمع كلها في علوم الشغل والخدمة الاجتماعية. المشكل هو في ارتكاز أصحاب القرار السياسي لهذه والرجوع لهذه الدراسات. هي معناها أصحاب القرار السياسي ديما معناها مدفوعين بال معناها مطلبية الاجتماعية، والحلول اللي لقاوها ديما حلول عملية، حلول معناها نتاع تو دون الرجوع الى دراسات اللي يمكن انها تنير بواسطه احصائيات، بواسطه معناها اقتراحات تبني المستقبل وتبني بصفه صحيحه المستقبل. مواصلين فقرات برنامجنا، وتحضر معنا اليوم دكتورة كاميليا هنية وهي طبيبة وجراحة عيون، واليوم باش نحكيو معها على الكاتاراكت، الماء اللي يجي في العينين. مرحبا بك دكتورة. مرحبا. صباح النور. صباح الخير. موضوع الكاتاراكت موضوع هذا اللي يشغل العديد الحقيقة، برشا ولاو يتقلقوا منه، معناتها يجري عمليات. أول حاجة المرض هذايا والظاهرة هذه ما تظهرش كان عند الكبار أكاهو، حتى الصغار. هات أول حاجة نحدو إيش معناتها الماء في العين وإيش معناتها كاتاراكت ومنين يجي؟ الماء في العين هو العدسة اللي عندنا موجودة في وسط العين اللي مخلوقين نعم. بها بالوقت الشفافية نتاعها تمشي وتنقص. الماء ينجم يجي يا إما خلقي عند صغيرات يتولدوا عندهم الماء، خاصة إذا كان فما البو والأم يكونوا من بعضهم. نعم. برشا صغار يتولدوا عندهم الماء، والا بعد ضربه، والا باستعمال دواء بصفه ماهيش عاديه من غير نصائح طبيب، والا بالعمر. دكتوره هذه بالنسبه لنا الاسباب،
الاعراض كيفاش يعرف روحه عنده ما والا لا؟ معناتها المريض كيفاش القلق اللي يرقص في النظر، هل انه يظهر كل معناتها شويه ماء، معناتها الابيض هذاك كيفاش ينجم، خاصه كي تحكينا على الاطفال معناتها وعلى اللي عمرهم صغير، يمكن الاولياء ولا الناس ما يجيش البالهم اللي هو ينجم يكون عنده الكاتاراكت. صحيح، بالنسبة المشكلة الكبيرة هي بالنسبة للصغير، خاطر الصغير ماهوش باش يقول لك راني عيني مضبط تولد بها ما يراش بها العين. في هذيك الفحص اللي هو سيستماتيك هذيك أكثر حاجة تخلينا نفيقوا به بكري، وإلا يظهروا عوارض، مثلا صغير عنده الحول، ولا صغير والديه يقول لك من بعيد كي نقرب له إلا ما يسمع صوتي باش يعقلني، هذوما معناها نفيقوا بهم ثانويا. وبالنسبة للكبار؟ بالنسبة للكبار أهم عارض هو الذبابة، يقول لك عندي ذبابة قدام عيني، وذبابة عمال تمشي وتزيد، تبدأ تمشي تدريجيا. فما الأبيض اللي يظهر في العين هذيك آخر مرحلة، وقت اللي يوصل معناها الماء قعد لين العدسة اللي عندنا في وسط العين ولات بيضة وفقدت الشفافية كليا. دكتورة، من المستحسن وقت المريض يحس فما ذبابة قدام عينيه بالطبيعة يمشي للطبيب على خاطر وين يكون بكري وين يكون خير؟ بالطبيعة قبل مازلت ساعات نسمعها من عند بعض الناس، يجي عادي يقول لك لا نستنى الماء يلزمه يتلم، ما عادش العملية الماء توا ولات تصير بآلات متقدمة جدا اللي هي تمكننا أن نحيو الماء من غير ما نحلو العين حلة كبيرة، الجرح يكون صغير على الآخر يتسكر من غير حتى غرز، وكل ما يتنحى بكري كل ما خير واسهل واسرع، والعين ما تقعدش محلوله برشا وما تتعبش برشا. دونك من المستحسن الماء كي يبدا يتنحى، خاطر الماء ما هو الا باش يزيد، اذا كان بدا باش يزيد. باهي دكتوره، بالنسبه للماء كي اول ما يبدا وباش ما يزيدش، فما ادويه تعطيهم والا طول تمشيوا للجراحه؟ تقريبا ما فما حتى شيء يمنع الماء من انه يزيد. معناها اذا كان بدا ما قالوا انه باش يزيد، اللي نجموا نعملوه هو اكثر الوقايه. مثلا هي الاكثر حاجه اللي تنجم تعرضنا للماء اشعه الشمس القويه. معناها من المستحسن في العباد اللي ديما متعرضين للشمس يلبسوا النظارات الشمسيه، وماذا بينا عاده نظارات شمسيه تكون معناتها مشريه من بلاصه من شكل تاع السوق الموازيه بالطبيعه اللي تمنع تنبهوهم. فوالا اللي تمنع الغيون الترا فيولي، الضوء الفوق البنفسجي. نعم، مهم برشا ان بالطبيعه باش نقيو العين نتاعنا به. هل انه فما علاقه بين نقصان النظر والماء؟ فما حالات معينه الماء يتكون فيهم بسرعه والا يزيد بسرعه، اللي هما الميوبي ضعف النظر، الماء يبدا عندهم قبل العبيد الاخرين. فما امراض معينه تنجم تخلي الماء يتكون بسرعه، كما الكحلي، كما السكر. السكر كي يبدا مش منظم ينجم يتسبب في ظهور الماء. فما الالتهابات في العين زادت تنجم تسبب في ظهور الماء. اذا دكتوره، كما قلنا التدخل الطبي والجراحي لازم في الكاتاراكت وفي بالطبيعه وفي العينين. كيفاش تصير العملية؟ معناتها حتى نبسطوا أكثر للسادة المشاهدين، فما ناس تخاف من عملية تولي تخلي روحها ليل يوصل، معناتها كما قلنا الماء يولي في حالة ما عادش تنجم تعمل شيء بالطبيعة. هي العملية كما أي عملية احنا ناخذ احتياطاتنا باش نتجنبوا المشاكل الكل. الماتريال اللي نستعملوه معقم، نستعملوا مضادات حيوية، العدسة معقمة. إذا نتصور ما يلزمش واحد يخاف، خاطر الماء كي يقعد في العين ما هو إلا عين باش تولي ما عادش تشوف، وكي يقعد في العين ينجم يتسبب في مشاكل أخرى. معناتها من المستحسن انه نقوموا بالعمليه بالطبيعه باستشاره الطبيب بتاعنا. به دكتوره، ساعات يقول لك ليه ما نعملش العمليه في الشتاء نعملها في الصيف، والا العكس بالعكس يظهر لي؟ فما علاقه مع الطقس؟ ممكن قبل توا ما عادش يقلق. قلت لك العمليه الجرح صغير يتسكر وحده، ما عادش فما غرز. تبارك الله المستوى نتاع الهيجين في تونس، تبارك الله العبيد ولات واعيه وتعرف الدويت وتعرف تتبع وتعرف تعدي. ما عادش فما حتى اشكال بين صيف وشتاء. فتره النقاهه بالنسبه للناس اللي تعمل عمليه، شنو هو يلزم ابرز النصائح اللي تنجم تقدمها للناس اللي عملت عمليه كاتاراكت؟ كيفاش باش تحافظ بطبيعه على
يستعمل الدويه كما الوصفه في المده اللي يعطيها له الطبيب، يحافظ على النظافه، معناها كي يجي باش يحط الدويه لازم يغسل يديه قبل ومن بعد. اكثر من هذا ما فماش حاجه كبيره، معناها حتى الفاس ما ينجم ينحيها من غدوه، ما فماش باهي. خاطر فما شكون يقول لك الفابور لا ما تمشيش للسخون، لا هو اذا كان باش يتقلق باش يفيق بروحه، ماهوش الفابور ولا سخون ولا هذا الكل ماهوش باش ياثر على العين. اللهم فما حاجه اخرى، عين فيها حساسيه، فيها حاجه، اما العمليه في حد ذاتها خاطر كما قلت لك الجرح يتسكر بالوقت، ما فماش غرز، ما عنديش علاش يزمو يستحفظ كما اي واحد باش يستحفظ على عينه وكذا. كما قلنا اذا دكتوره، الكاتاراكت تنجم تجي للصغار، تنجم تجي للكبار، العمليه ماهيش صعيبه. تقريبا الوقت قداش تقعد في العمل انت والحاله؟ ما تفوتش 20 دقيقه، سامحني 15 20 دقيقه باقصى تقدير. باهي، وحاجه اخرى باش نسالك فيها دكتوره، هل انه صحيح الماء يعاود يرجع؟ لا، الماء ما يعاودش يرجع. فمع بيض بعد العمليه تصير تعاود ترجع لهم الضبيبه، على خاطر فما لو سيبور اللي نحطوا عليه العدسه الاصطناعيه. نعم. طول الوقت يعاود يولي يعمل كيما تبقى تقلقوا في النظر، واللي هي تداوى بالليزر، تنضاف بالليزر، ما فيهاش حتى اشكال. بطبيعه مربوطه بالشخص. معناها فما عبيد اللي تصير لهم بعد اشهر، 6 7 شهور، فما شكون بعد عامين، وفما شكون ما يتقلقش بالكل. بطبيعه فما اكثر العبيد اللي هما يما يكون صغير في العمر متعرض اكثر انه تصير له الحكايه هذه، والا اللي عندهم السكر نجم تصير لهم الحكايه هذه، اما مش العبيد الكل. معناتها كان في صوره ما واصل عنده الذبابه هذيا والا حس روحه متقلق، معناتها ينجم باللازغ يتصلح. تتصلح هاي تتصلح في العاده، هي مش بالوقت راهو بعد مده. معناها يكون بعد العمليه يشوف واضح، بعد مده يحس عينه ضبط. في صوره ما بعد العمليه يصير انه ما نجحتش العمليه، شنو ينجم المرحله اللي بعد؟ المرحله اللي بعد انت والمشكل اللي فما، معناها يلزم تشخيص خاطر السويت ديما مربوطه بشنو المشكل اللي صار في العمليه ولا بعد العمليه. شكرا لك دكتوره كاميليه على المعلومات اللي قدمتها لنا وعلى حضورك معنا. احنا مواصلين مع بقيه استضافاتنا ونمشيو لفاطمه. نواصلوا استضافتنا في صباحك يا تونس، ونمشيو معاكم ناخذكم التوزر، وين باش ينتظم مهرجان اتحاد الشغل للابداع في دورته الخامسه بتوزر. ضيفنا اليوم يحضر معنا سي خالد العقبي، المسؤول الاعلامي للمهرجان. مرحبا بك، اهلا وسهلا. وبيك اخت فاطمه، بارك الله توزر. ايه بارك الله فيكم على الاستضافه اللطيفه. شنو هو التوزر؟ والله لاباس، والله لاباس في غايه، وسلم عليكم يعيشك، ويتمنوا انكم تزوروهم وتكونوا بيناتهم في المهرجان ان شاء الله. ثم برشا مهرجانات، زخم ثقافي وكبير ياسر في توزر المده هذه، باعتبار زاد موسم جني التمور اللي هو الموسم عندنا في جهه حدثنا عليه في بدايه الحلقه. ايوه ان شاء الله. احكي لي على مهرجان اتحاد الشغل للابداع اللي نظمه اتحاد الشغل، معناتها لهنا. اي اتحاد الشغل هو منظمه عريقه ما يخفكمش، اهتماماته مش فقط قطاعيه او عماليه او مهنيه، هو عنده اهتمامات كذلك ثقافيه. منذ تاسيسه تقريبا عديد الرموز اللي معروفين في الساحه الثقافيه والادبيه هما اساسا معناها نقابيين وابناء الاتحاد، ربما نذكر المرحوم محمود المسعدي، ربما نذكر الميداني بن صالح، ربما استاذ احمد بن صالح اللي هو معناها صاحب مشروع معناها دور الشعب في الستينات، هو كذلك كان امين عام للاتحاد، بحيث هو الاتحاد الثقافه بالنسبه لي هاجس، وهاجس يومي يمارسوها النقابيين في كل المناسبات النقبية اللي يحيوها، مثلا ذكرى تأسيس الاتحاد في 20 جانفي، ذكرى استشهاد الرمز فرحه حشاد، ذكرى احداث 5 أوت، يوم الارض اللي نتضامنوا فيه مع الشعب الفلسطيني. في كل المناسبات هذه الاتحاد موجودي. يقوم بانشطه ثقافيه في دور الاتحاد الجهويه او المحليه. مهرجان الابداع اللي ينظمه اتحاد الشغل في توزر، دوره مشلوله، هذه الدوره الخامسه، شنو يميزها على الدورات السابقه اولا؟ شنو الاضافه اللي تقدموها في المشهد الثقافي ككل؟ هو الدورة الأولى للمهرجان الاتحاد الإبداع انطلقت في مدينة الكافية 2013،
والدورة الثانية كانت في مدينة باجة، الدورة الثالثة كانت في مدينة قابس، والدورة الرابعة 2016 كانت في مدينة صفاقس بمناسبة صفاقس عاصمة الثقافة العربية. ووقع الاختيار على مدينة توزر لاحتضان الدورة الخامسة اعتبارا للطابع الثقافي لمدينة توزر اللي هي مدينة الشعراء، مدينة الشابي، واللي جهة توزر معناها فيها شعراء وكتاب وفنانين تشكيليين ورسامين وحرفيين من أجود ما هو موجود. ثم حاجة جديدة على الدورات السابقة؟ بالضبط، الجديد إن شاء الله، إن شاء الله ثم عديد الأشياء جديدة اللي هي مثلا فضاء المرأة المبدعة، مش يكون ثم فضاء للمرأة على خلاف الدورات السابقة، معناها نعرض فيه تعرض فيها منتوجاتهم الإبداعية بشكل بكل أشكال الإبداع، سواء كان في الإبداع الأدبي وإلا خصوصية الجهة، حسب خصوصية الجهة. وبالأساس الاتحاد يرمي من خلال المهرجان هذا الى القرب من المناطق الداخليه، يعني تمكين المناطق الداخليه من منتوج ثقافي معناها وترفيهي معناها غير ربحي، يعني ما فيش، يعني كل عروض المهرجان باش تكون مجانيه لصالح الجمهور. كذلك يهدف الى ارسال وين باش يصير بالضبط؟ في توزر في وسط العاصمه، هو باش يكون في توزر المدينة بالأساس في فضاءات مختلفة، ثم في نزل، ثم في دور كما دار بن عزوز اللي هي دار تقليدية جريدية بالطبع المعماري الجريدي، ساحات عامة، خيام معناها باش تكون في المنطقة السياحية، في عديد ال ثم برنامج هايل معناتها. لا برنامج باذن الله هو ينتظم من 28 الى 30 30 اكتوبر معناتها نهار السبت والاحد، ويختتم نهار الاثنين ان شاء الله. المحتوى المهرجان هو كما قلت متنوع، يعني نهار الاول ثم نهار الاول اولا ثم كرنفال، يعني نفتتحوا المهرجان بكرنفال يكون فيه الفرق الطرقية والفولكلورية والضيفة، الفرق الضيفة اللي جايتنا من فلسطين وجايتنا من مصر وجايتنا من الجزائر، كما فرقة غزل المحلة المصرية، فرقة جامعة الاستقلال الفلسطينية، وفرقة بارود بريان الجزائرية، بالإضافة إلى فرق محلية طبعا. عندنا كذلك الافتتاح مساء باش يكون بعرض فلاقة اللي هو عرض فولكلوري شبابي معناها سجل إعجاب معناها منقطع النظير على المستوى الوطني في عديد المهرجانات، باش نفتتحوا به هو المهرجان. وعندنا كذلك افتتاح المعارض التشكيلية والمعارض الحرفية والفضاءات متاع فضاء الإبداعات الشبابية وفضاء المجتمع المدني، وفرنا فضاء للجمعيات في الجهة باش تعرض فيها أنشطتها باش تعرض فيها معناها أنشطة ثقافية، وثم زاد معارض معناتها لمختلف الإنتاجات المنتوجات الخاصة بالجهة، بالضبط خاصة بتوزر، ثم الدقلة والتمر طبيعي هذيك الباز معناها رمشة التوزر أكيد هذيك الحاجة الأساسية، الطبق الأساسي. ثم زيت زيتونة ولا ثماش؟ لا زيت زيتونة هذاك مش في عاداتنا. لا خايفين يولي التمر مش من عاداتنا. على كل يعطيك الصحة سي خالد. الله يخليك. احنا نوجهوا دعوة بطبيعة السادة المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا في برنامج صباحي في تونس، واللي قاعدين معناتها يتابعوا في مختلف الاستضافات اللي يقدموهم في بلاتو صباحي في تونس، يكونوا متواجدين في توزر في المهرجان هذايا، مهرجان الإبداع اللي نظموا اتحاد الشغل في دورته الخامسة. ثم إضافة تحب تقولها؟ أي بقية البرنامج احنا ما استكملناش لأن ثري البرنامج هذا اليوم الأول فقط تحدثنا عليه، إذا كان ممكن حتى في نهار لحد أكيد نهار لحد عندنا كذلك حاجة. ندوات علمية، عندنا ندوة على الإرهاب باش يحضروها خبراء في الظاهرة الإرهابية هذه، على غرار أستاذ رياض الصداوي، على غرار أستاذ الهادي أحمد، وعندنا ضيف من الجزائر خبير في المسائل هذه، وعندنا ندوة ثانية باش تكون حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نعم. اللي هو مقاربة اقتصادية يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل الى تكريسها من خلال مشروع قانون شعرضه على مجلس نواب الشعب، معناه وقاعدين نعملوا له في حمله مناصره على مستوى الجهات. وعندنا كذلك امسيات شعريه، عندنا شعراء محليين سواء كان من ابناء الجهه او شعراء من الوطن العربي، على غرار الاستاذ طاهر الرياضي هو شاعر فلسطيني مقيم في الاردن، والاستاذ شهر خضرة اللي هو استاذ سوري يقيم في المانيا، وعندنا كذلك الشاعر الكبير ابن تونس اللي هو منصف لوهايبي باش يكون حاضر معنا كذلك. نعم. وينشط الامسيات هذه سعاد الجريدي اللي هو كاتب عام اتحاد الكتاب وفي التونسية. وفي الاختتام مش عندكم؟ في الاختتام باش يكون عندنا ان شاء الله لبنى نعمان. نعم. فنانة لبنى نعمان هي اللي باش تختتم المهرجان، وثم باش تكون ثم تكريمات. نعم. للمشاركين ولبعض الرموز النقابيين في الجهة، بالإضافة إلى حاجتين مهمين، هو
بشنوع انه على اطلاق شارع في مدينه توزر على المرحوم المناضل الوطني والنقابي الحبيب عاشور الله يرحمه، وعندنا باش نطلقوا اسم المرحوم اللي هو مناضل نقابي كذلك من ابناء الجهه، المرحوم العربي بالعربي اللي باش نطلقوا اسمها على القاعه الكبرى في دار الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، وباش يكون حاضر ان شاء الله الاخ لامين العام صحبه السيد وزير الشؤون الثقافيه والسيده وزيره السياحه، اللي بالمناسبه نوجه لهم تحيه لانهم الوزارتين هذوما هما اهم داعمي المهرجان هذا. يعطيك الصحة سي خالد العقبي، شكرا لك أنت أيضا على الحضور وعلى المجهود اللي قاعد تقوم به للترويج للمهرجان هدايا اللي باش يتم أيام 28 29 و30 أكتوبر في توزة. بطبيعة حاجة فخر لتونس أنه تصير مهرجانات وممكن زادة تجلب زادة السياحة سواء كانت داخلية وإلا زادة ثم توا توازن مع رالي توزر اللي ينعقد وعندنا مهرجانات أخرى في الجهة زادة عندنا مهرجانات أخرى، عندنا مهرجان الشعر العربي الحديث اللي هي الدورة 36 وعندنا كذلك مهرجان روحانيات في نفطة اللي هو مهرجان زادة للإنشاد الصوفي باش يكون زادة موجود. شكرا لك. احنا نمشيو نمروا الحوار اليوم مع أمل شاهد والسيد وزير الإصلاحات الكبرى السيد توفيق الراجحي، نواصل معكم.